مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة الخاصة التي سنواصل فيها مواصلة تغطيتنا لتطورات الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد وتسجيل عشرات الحرائق في عديد ولايات الوطن، لنقف عند آخر نتائج جهود إخماد هذه الحرائق، وكذلك سنتابع عملية التكفل بالمتضررين، وسنقف عند الهبة الشعبية التضامنية الكبرى التي يشارك فيها كل الجزائريين من كل ربوع الوطن من أجل التخفيف عن سكان الولايات المتضررة من هذه الحرائق. وعلى ضوء كل هذا إذن نسعد باستضافة في الاستوديو كلا من العقيد فاروق عاشور، مدير فرعي للإعلام والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية. مساء الخير. مساء الخير. وكذلك السيد علي محمود المدير العام للغابات. مساء الخير سيدي. مساء الخير. وكذلك معنا السيد عز الدين الصديق وهو المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بكم مشاهدينا. وقبل أن نبدأ هذا النقاش نعود إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي ألقى كلمة إذن بالخصوص وجهها للأمة، حيث أكد فيها بأن الدولة سخرت كل الإمكانيات من أجل إخماد هذه الحرائق. من ناحية الإمكانيات، عكس ما يقال هنا وهناك، الدولة وقفت بإمكانياتها البشرية والمادية. ولاية تيزي وزو كان فيها ما يقارب 3000 عون تاع الحماية المدنية، بالإضافة إلى إطارات الغابات، بالإضافة إلى الجيش الوطني الشعبي، ثم المواطنين المتطوعين. سبق وقلت أن الأماكن اللي شعلوا فيها النار أماكن صعبة جدا، صعبة التدارس وآهلة بالسكان. الأهم كان إنقاذ الأرواح، وحتى الجنود اللي استشهدوا هم ينقذوا في أطفال ونساء، ما يقارب 100 مواطن أنقذوا رحمهم الله، رحم الله شهداءنا الأبرار من مدنيين وعسكريين اللي قضوا في ولاية تيزي وزو، في ولاية بجاية وفي الولايات الأخرى. إذن أبدأ معك سيد فاروق، وذلك لتضعنا في صورة آخر مستجدات جهود إخماد النيران، خاصة مع دخول الطائرات المتخصصة في إخمادها. فيما يتعلق بإخماد الحالة الحالية، حاليا تم إخماد عدد معتبر من الحرائق الحاصلة اللي كانت تقارب 100 حريق، الآن حبطت 72 حريق على مستوى 16 ولاية. فيه عدد معتبر أيضا من الحرائق تحت السيطرة حاليا. نعم. يتم العمل على إخمادها من طرف فرقنا الميدانية مدعومة من الجيش الوطني الشعبي ومدير العام لإدارة الغابات والمواطنين المتطوعين، تهدف إلى السيطرة على كل هذه الحرائق. أكيد أن فيه تجد إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا لإخماد هذه الحرائق. احنا نتكلم على يعني 16 ولاية فيها يعني عدد معتبر، ما كاش ولاية فيها حريق واحد، لكن بفضل هذه المجهودات، بفضل هذه الإمكانيات، تمكننا في هذا الظرف من يوم 9 إلى حين اليوم إخماد عدد معتبر من الحرائق. للأسف كان فيه في بعض الأحيان يتم إخماد حريقين، لكن تظهر في يعني الداخل بعد ذلك يتم يعني تسجيل حرائق أخرى بعدد أكبر. لكن بفضل هذه المجهودات حاليا معظم الحرائق يتم التحكم فيها، فيه إمكانيات كبيرة جندت، فيه على سبيل المثال فيما يتعلق بالدعم الجوي، فيه المروحتين تابعين للمجموعة الجوية لمدير العام للحماية المدنية، مروحة أيضا من الجيش الوطني الشعبي، وأيضا تجنيد أيضا إمكانيات طائرتين كنظر اللي تم استأجرهم اليوم للحقوق بدور باشر العمل تاعهم. سيتم أيضا وصول طائرات أخرى. هذه الإمكانيات بدون شك والجهود المبذولة من طرف مختلف الفرق، لأن العمل هو منظومة متكاملة في مجال الإخماد، في أكيد العمل الجوي لكن فيه على مستوى الأرض عمل كبير يقام به. ما ننساوش باللي فتح مسالك، فيه أيضا الخنادق المضادة للحرائق، فيه عمل ميداني كبير اللي يسمح بإنقاذ عدد معتبر من المجمعات السكانية وحتى بعض المنشآت الاستراتيجية. هذه المجهودات
أيضا هي متواصلة لحد الساعة وستتواصل حتى الإخماد النهائي لكل هذا الحالات. ربما السؤال الذي يتسأله الآن المواطن وبشدة، إلى أي مدى ستسرع هذه الإمكانيات عملية إخماد النيران والتحكم فيها، خاصة لما نتحدث عن طائرتان مخصصة لهذا الشأن ووصول كذلك في الساعات القادمة طائرات أخرى؟ أكيد أن من خصوصيات الحرائق هي أماكن صعبة جدا، يعني وعرة جبلية ما فيهاش مسالك، تطلب أيضا توفير هذه الإمكانيات اللي بدون شك ستساهم بفعالية ناهيك عن المجهودات التي تبذل مع الفرق، يعني هو عمل تنسيقي متكامل، لأن هذه المنظومة التي تم استكمالها بفضل هذه الإمكانيات الجوية ستكون أكثر نجاعة وأكثر فعالية، هذا بدون شك. يعني احنا كنا بأمس الحاجة، يعني اللي بعض الإمكانيات اللي راح تزيد الفعالية، الحمد لله تم استجابة لهذا الطلب بفضل الدولة التي توفر كل مرة على كل الإمكانيات. سنعود إلى التفصيل في قضية توفير هذه الطائرات والتنسيق من خلال خلية العمل المشتركة بين المصالح التي تؤدي دورها اليوم في إخماد هذه الحرائق. سيد محمودي، أكيد دخول هذه الإمكانيات الآن كذلك ستدعم جهودكم في إخماد الحرائق وتقديم المعطيات اللازمة بالنسبة سواء للحماية المدنية، خاصة وأنكم تمتلكون خرائط هذه المساحات الغابية خاصة المحروسة منها. شكرا سيدي، تسمح لي برش قبل كل شيء باسم كل الأسرة الحراجية نترحم على شهداء الوجب أخواننا وأولاد أبناؤنا أفراد الجيش الوطني الشعبي والمدنيين اللي توفوا، وما ننساوش الشاب جمال اللي توفى في الأربعة نثيرثا رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان. سيدي احنا الحمد لله الدولة راهي قامت بالواجب أكثر من اللازم، خاصة في هذه السنة. احنا في الماضي في مجابهة هذه الحرائق كنا نتواجد في الميدان وحدنا برفقة بمعية زملائنا الحماية المدنية، هناك بذلتين يتواجدون في الميدان، بذلة زرقاء للحماية المدنية وبذلة خضراء لأعوان الغابات. الحمد لله هذه السنة لسنا لوحدنا، منذ حريق خنشلة منذ اليوم الثاني أو اليوم الثالث في حريق خنشلة أين شهدنا باللي الحرائق أخذت وجهة غير عادية كما الحرائق اللي عرفناهم في الماضي، حيث حريق خنشلة إلى غاية يوم الستة قضينا عليه تماما وعود خلق، وتفاجأنا بوصول إخواننا من الجيش الوطني من الناحية العسكرية الخامسة، حيث حتى القائد الناحية الخامسة كان معنا، دونك أعطونا نفس جديد. وهي عقيدة بالنسبة للجيش أن يتدخل في مثل هكذا أزمات. دونك أعطونا نفس جديد لمجابهة هذه الحرائق، والحمد لله حريق خنشلة قضينا عليه. برسكو باش نفكر المشاهد الكريم باللي في 2012 في هذه المنطقة شعل واحد الخارق في 4 أوت 2012 أخمد في 2 سبتمبر 2012 الشهر هو شعل كلا 15000 هكتار، واحد مهدر ما راح لا المدير العام تاع الغابات لا المدير العام تاع الحماية المدنية لا وزير لا من هذا الخطر. الحمد لله بالمجهودات كاع الافراد المكونه للمجتمع الجزائري من ضمنهم المواطنين الخنشليين اللي ناضوا كرجل واحد قضينا على الحريق، والمساحه صغيره مقارنه للغابات المتواجده في الاوراس. طيب اسمح لي برك كما البرك الاخر، غابه خنشله لوحدها
عندها 146 ألف هكتار وتليفت من ضمنها حوالي 7000 هكتار، يعني إن شاء الله سوف تخلف. نعم. أنا كنت سأسألك حول الإحصائيات الأخيرة ربما التي هي متوفرة لديكم بخصوص الخسائر المسجلة خاصة في الغطاء النباتي حاليا. شكرا سيدي، والله العظيم إلى غاية 8 أوت الفارط كنا من في واحد السيناريو يتشابه سيناريو 2019 حيث لحقنا إلى حوالي 13000 هكتار من الخسائر، وعدد الحرائق نقصت بالبزاف في 2020 وفي 2019 في المدة لامام بيريود كنا حوالي 1300 ولا 1500 حريق. هذه السنة إلى غاية 8 أوت كنا في حوالي 750 حريق، خاطرش هناك استراتيجية جديدة بدينا نطبقوها تطبيقا لتعليمات سيد الوزير الفلاحة، درنا دي ريغروبمون ريجيونو سبعة قبل العيد. حنا فرحنا قلنا بلي لا نوفيل استراتيجي بدات تمد ثمارها، وتفاجأنا بحرائق تيزي وزو. تيزي وزو مالوروزمون اليوم زملاء تاع الوكالة الفضائية أعطونا تقييم تقييم بريليمينار، تيزي وزو خسائر ارتفعت بالبزاف. بما أنك ربما تتحدث الآن عن دور الوكالة الفضائية الجزائرية، سيد عز الدين وصديق أنت المدير العام لهذه الوكالة، التلفزيون الجزائري بث قبل قليل صورا حصرية لصور لوكالتكم تؤكد بأنه فيه اشتعال لحرائق وفي أوقات ليلية وبشكل مفاجئ، ضعنا في صورة هذه العملية ورصد هذه الحرائق. شكرا. أولا أتقدم بالتعازي الخالصة لعائلات ضحايا الحرائق، الله يرحمهم ويوسع عليهم. أولا منذ 2003 الوكالة الفضائية الجزائرية تبع يعني المساحات الغابية المحروقة عن طريق الوسائل الفضائية أقمار صناعية جزائرية منذ 2003، فيها بالتعاون مع المديرية العامة للغابات مع المدير العام للحماية المدنية، من سنة إلى سنة حصيلة على مستوى كل المساحات الغابية الوطنية. في 2009 في 9 أوت 2021 عندما سمعنا بالحرائق اللي اندلعت، أول حريق على مستوى تيزي وزو، جندنا كل الوسائل. أولا عملنا درنا خلية أزمة مكونة من مهندسين على مستوى مركز أقمار صناعية لوهران وعلى مستوى المركز في الجزائر العاصمة، وبرمجنا التقاط صور من الأقمار الصناعية الجزائرية، وفي نفس الوقت استغلينا معطيات من أقمار صناعية دولية. وما يلفت الانتباه هو أولا فيما يخص المعطيات اللي تسمح لنا باش نحدوا مواقع اندلاع الحرائق، نقاط اندلاع الحرائق. حنا نلاحظوا باللي على مستوى ولاية تيزي وزو الصورة تبين باللي أغلبية إذ لم أقول يعني كل نقاط اندلاع الحرائق صارت على مستوى ثلاث مناطق، هي عين الحمام، نال بعناثره، بنيني وضواحيها، يعني على مستوى جنوب شرق الولايه، وكل باقي الولايه ما كانش في حرائق. هذا يعني، ولكن سالت انا زميلي مدير عام للغابات هي الاسباب، قال لي هذه منذ 2003 ونحن نتقاسم هذا العمل المشترك، راك تشوف الصوره تبين. نعم. يمكنك التعليق على هذه الصوره، يعني النقاط الحمراء تشوف فيها على مستوى جنوب ولايه تيزي وزو، جنوب ماذا بينا يخلي الصوره. نعم. طب ربما نترك الصوره للتعليق عليها اكثر من طرف سيد. معليش، هو قال لك هذه الصوره. شوف على مستوى جنوب
نقاط حمراء، هذيك نقاط اندلاع الحرائق. وعلى مستوى كل باقي الولاية ما كاش اندلاع حرائق. لو كانت يعني أسباب طبيعية كانت الحرائق، يعني المناخ على مستوى الظروف المناخية على مستوى الولاية ما تختلفش من الجنوب إلى الشمال أو الشرق الولاية. هذا يعني باللي كي سألت زميلي من مدير عام الغابات قال لي هذه المنطقة خاصة فيها يعني غابات عندها قابلية كبيرة للحرائق، يعني ديزيسونس انفلامابل تريز انفلامابل على مستوى هذه الجهة، قابلية للاشتعال بسرعة. نعم، هذا أول، يعني هذا هو الملاحظة. ثانيا، من ألف من نهار 9 أوت الحرائق الأولى اللي اندلعت، نقاط الاندلاع كان واحد على مستوى عين الحمام، ثاني على مستوى الوسيف عيت أودرت، والثالث على مستوى عزازكا. هادو اندلعوا على الساعة 11 الثانية عشر. ونشوفوا الصورة تاع نقاط الاندلاع، كنشوفوا الصورة اللي جنب بعد هذه، تشوف النقطة تاع الاندلاع جاية مع الطريق، مع الطريق تاع اللي توصل ما بين أثل عزيز الأتوبان في بلدية أقبيل دايرة عين الحمام. لو كان نشوفوا النقطة الثانية، نقطة ثانية جاية في بلدية وسيف، نقطة ثانية هذه كيف كيف جاية على مستوى الطريق، الاندلاع وقع على الساعة 1:17 وجاء على مستوى طريق لي يربط ما بين بنيني ووسيف. هادو عوامل اللي تسمح هذه تسمى وسيلة مساعدة اتخاذ القرار، مساعدة تحليل. هذا هو. نزيد نواصل عامل ثالث على مستوى بلدية بنيني وبلدية عزازقة وبلدية مزرانة، اندلعوا حرائق على الساعة 11 ليلا 23:08. واش هو التفسير؟ محال ظروف المناخية على 11 تاع الليل تؤدي الى مثل هكذا حرائق. هذو عوامل يعني ما بين يعني العوامل اللي تسمح لنا باش نقدم قراءة ربما اكثر لما يحدث في غاباتنا. طيب سيد فاروق، هذه المعلومات وهذه التفاصيل ما مدى إمكانية الاستفادة منها من أجل ربما محاصرة بؤر اشتعال الحرائق وكذلك التحكم فيها بسرعة؟ هي وسيلة جد عملية من جانب العملي، ما نسوش باللي فيه عمل ميداني تقوم به المدير العام للحماية المدنية مع مدير العمل لإدارة الغابات مع لازال، من أجل التحضير جانب وقائي مهم جدا وتحضير جانب العملياتي في الحالات العادية. ندرك تماما بفضل هذا العمل الميداني، هذا العمل العلمي، أين هي الهشاشة الموجودة على مستوى الغطاء النباتي، ونحضر بفضل مخططات استجابة لهذه الهشاشة من خلال وضع إمكانيات تدخلية في الأماكن التي تعرف هذا الشيء. لكن هذه الهشاشة لما تكون طبيعية، لكن لما تكون مفتعلة هنا شيء آخر. وشي الملاحظ بحكم تجربتنا، بحكم أيضا كل الحرائق التي سجلناها منذ الاستقلال، شيء يعني يبان بسرعة هو أن هذه الحرائق بدون شك اندلاعها كان بفعل فاعل، كان إجرامي، ما كانش طبيعي، ما كانش عادي، لأن الأماكن تم اختيارها هي تعتبر بالنسبة لنا تقنيا مفترق طرق اللي يحاول يعني يقوم بهذا العمل على باله، كان على باله باللي هذه المنطقة فيها قابلية اشتعال، فيها أيضا عدد معتبر من المجمعات السكنية من القرى من المداشر، لذا يعني الوقت أيضا الذي اختير مناسب لانتشار سريع
هاد الأشخاص هما استعملوا هاد المعطيات حتى يكون فيه أكبر ضرر ممكن محتمل وممكن في وقت كذلك سريع. والشيطان اللي لاحظناه هو يعني في نفس تقريبا في نفس الوقت كان فيه اندلاع عدد معتبر من الحرائق. هذا يدل أيضا أن هذه الحرائق غير طبيعية، لأن احنا معتادين كل سنة نتعامل مع هذا الخطر. أكيد أن في من سنة الأخرى الأمور تختلف بعضها، لكن كنا من الجانب يعني العملياتي كنا قبل يوم 9 كانت فيه نقدر تحكم تام. كان لما يكون الحريق كانت في الخطة المستعملة كانت ناجعة وناجعة جدا. لكن الشيء الملاحظ للأسف الشديد هذا عشناه السنة الماضية في مسؤولية تيبازا اللي أيضا عرفت حرائق اللي كانت إجرامية، نفس الشيء رحلناه هذه المرة. يعني كل هذه المعطيات بفضل المعطيات العلمية بدون شك يتم تحديد مكان انطلاق الحرائق، والاختيار الأماكن هذا ما كانش شيء يعني طبيعي، بل كان عنده يعني مغزى اللي وفيه يعني وفيه مخطط إجرامي يستهدف هكذا أفعال إجرامية وإشعال الحرائق. لكن أنا سأسأل كذلك عن الحرائق التي سجلت للأسف اليوم، في حديث عن ولايات أخرى تم تسجيل فيها إشعال حرائق، حتى نضع المواطن كذلك في صورة المعلومة الحقيقية ولا ندع مجال لتأويل وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه نشاهد الكثير من الصور الكثير من الفيديوهات وهناك عملية تهويل أصلا حتى لما يحدث الآن في الجزائر. أكيد أن من طبيعي في بعض الأحيان أن تكون فيه اندلاع حرائق، هذا الشيء محتمل لأن فيه بعض المناطق اللي تعرف قابلية للحرائق، يمكن يعني نتمكن احنا في معظم الاحيان التعامل معها. ما نساوش بلي اكثر من 80% من الحرائق التي تندلع يتم اخمادها في اقصى تقدير ساعتين لما تكون ظروف جد عاديه. اليوم اكيد كانت فيه يعني للمعلومه فقط تم اخماد في ما بين الساعه 5 مساء والساعه 8:30 مساء اخماد ما يقل عند 27 حريق، باش نقدروا المجهود الذي تبذل له مختلف الفرق المتداخلين في الميدان. الامور في معظم الحال حاليا متحكم فيها وفقا للخطط التي وضعت، حتى نتمكنوا اولا من يعني نتمكنوا في وضع يمكن من خلاله التعامل مع هذه الحرائق. دائما المرحله الاولى تكون هي حمايه الاشخاص اولا، لما تكون ضمننا هاد يعني المرحله تكون عندنا ارتياحيه ونقدروا نطبقوا التقنيات حتى نتمكنوا من اخماد هاد الحرائق. الوسائل التي الان موجوده بدون شك راح توفر لنا النجاعه حتى نتحكموا في اقرب وقت. هل توفر كذلك عامل الاستشراف بالنسبه لاستباق عمليه ربما اشعال هذه الحرائق، وخاصه لما نتحدث عن التنسيق مع الوكاله الفضائيه الجزائري؟ مغزى كل هذا التنسيق هو الاستشراف، لان كما اشرت في العمل يعني التقني الذي كل مره نحضروه في لتحضير الحمله الوقايه ومكافحه حريق الغابات التي تنطلق كل سنه من اول جوان، تهدف اساسا الى تحضير الامكانيات ايضا من اجل التنسيق هذا شيء مهم جدا في مثل هذه العمليات. ايضا هي تسمح لنا هذا التنسيق العلمي يسمح لنا اننا نحدد الاماكن التي يمكن انها تكون حتتعرض للحرائق، والاماكن تعرف الاماكن الهشه من الجانب الغطاء النباتي. دائما في هذا الإطار كذلك رئيس الجمهورية اليوم كذلك وفي كلماته التي وجهها للأمة تحدث عن توفير طائرات جديدة خاصة لإخماد هذه الحرائق، نتابع مشاهدينا. من 9 أوت من بداية الحريق الأول أصدرت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة أن نتصل بكل الدول الأوروبية صديقة بأن نقتني من عندهم طائرات لإطفاء النار، لأن عارفين بالتداريس ما تسمحش بإطفاء النار بوسائل تقليدية.
مع الأسف، مع الأسف ولا دولة استجابت لنا، لأن آنذاك كل الطائرات الأوروبية كانت ممركزة في اليونان وفي في تركيا. بعد ما انتهوا من الحريق تاع اليونان الحمد لله اليوم لحقتنا طائرتين فرنسيتين، غدوة تكون طائرتين إسبانيتين، ومن على ثلاثة أيام تكون طائرة سويسرية. نقدر نسيطر بهذه الكيفية، نقدر نسيطر على هذا، رغم أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء نيران، وحنا نعرف الحجم تاع حمولات المروحية، ولكن هذيك هذاك الإمكانيات اللي كانت بين يدينا وكلها كانت في الميدان. سديت تعليمات للجيش الوطني الشعبي أنه يبدأ اتصالات عند الشركات اللي تبيع طائرات إطفاء. إذن استمعتم ضيفنا الكريم لكلمة السيد رئيس الجمهورية. سيد محمودي، دائما أنا سأتحدث في مجال التنسيق خاصة في ظل توفر هذه المعلومات من الوكالة الفضائية الجزائرية، بحكم الخبرة لمصالح الغابات، كيف قرأتم هذه المعطيات؟ شكرا سيدي، والله العظيم خطاب رئيس الجمهورية رجعنا الروح فيما يخص الإمكانيات اللي رايحين إن شاء الله يجيو، رغم أن الدولة الجزائرية عمرها ما شحت على الإدارتين المسؤوليتين على هذه الآفة، ألا وهي الحماية المدنية وإدارة الغابات. احنا منذ 2000 في هذه الأعوام الأخيرة اقتنينا حوالي 80 سيارة مسهرجة مخصصة للتدخل الأولي، رغم تصدير الديفيكولتي فينونسيار تاع البلاد. عطاو الناس رايحين نقتنيو السمانة هذه شاحنات للتزويد، مسهرجة لتزويد هذه الشاحنات المخصصة لل، واش حبيت نقول انايا الى تسمح لي نولي ما نقولش باللي الحرائق مخصصين لولايه تيزي وزو، خاطر درك في هذه الاونه ولايه الطرف عندها 13 حريق، ولايه جيجل 11 حريق، ولايه بجايه 10 حريق، ولايه عين دفله هناك حريق مهول كان يهدد قريتين، والحمد لله ما فيش خسائر. هذه الأمسية في ولاية سطيف أكشفت حريق في 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 جهة عين الكبيرة، زوج أرواح مربي النحل توفى الله يرحمهم. دونك كي نولي لتيزي وزو في اليوم 9 أوت إلى غاية الساعة الثانية كما أشار إليه زميلي مدير الوكالة الفضائية، هناك عدد حرائق موسمية، حالة عادية تماما كما التصدير احنا متعودين عليها مع الزملاء تاع الحماية المدنية، كنا متغلبين على الوضعية، ولكن بعد الساعة الثانية زوالا بدأت عدد الحرائق يطلع بصفة رهيبة، من ساعة إلى ساعة، من دقيقة إلى دقيقة، حتى وصلنا حوالي الساعة الخامسة مساء إلى 58 حريق. 58 حريق تبداها من الواجهة الجنوبية الغربية لتيزي وزو درع الميزان، حتى الجهة الجنوبية الشرقية في بوزقان، مرورا على وسيف واضية بنياني الأربعة ثيراثن عزازقا ياكوران. دونك كل هذه المنطقة المسكونة وين نجد فيها عدد كبير من القرى والمداشر، وهناك غابة كثيفة مكونة من أصناف سهلة الالتهاب مثل شجرة الزبوج، مثل البلوط، والأمطار الأخيرة في شهر أبريل، أواخر شهر أبريل، سمحت باش ينوض واحد الغطاء، واحد الكوش تاع الحشائش تاع لي زرب اللي درك ولات ساش. دونك هذيك هي اللي يعني جفاف هذه الاعشاب
جعل انتشار بسرعه كبيره. وشفتوا المريض من مستشفى تجوزوا هذاك المحروق مسكين وين يقول عمره ما شاف حريق يمشي 500 متر في 10 ثواني للاسف. طيب انا ساقف عند نقطه مهمه ذكرتها قبل قليل تتعلق بانه هذه الحرائق او بؤر هذه الحرائق كانت قريبه جدا هذه المره من المناطق الاهله بالسكان، وخاصه وكانه الامر مدروس وفي مناطق صعب الوصول اليها. هذا هو، انا ستكلم رئيس الجمهوريه على ولايه تيجي وزو وين التضاريس صعبه، وهذا الاخر الزميلي تاع الوكاله الفضائيه ورا لكم بالثبوت باللي النار شعلت على حافه الطرق، النيران الاولى شعلوها على حافه الطرق من بعد هذه وفي اماكن مسكونه وفي مفترقات الطرق، باسكو كيما الحريق تاع اي تو درت رابيدمون حبط الوسيف اطلع البنياني عاود زاد حبط الاربعه نثيره. دونك ونزيد لك هناك نشريه خاصه من طرف الارصاد الجوي وقلتها وعاودها، هذو المفسدين ولا المخربين ولا اللي كانت عندهم نيه حرق الغابات يستناو هذه لي مومون هذو وين كافه توت لي كونديسيون يتلايموا. دونك الكومبستيبل كاين، درجة الحرارة مرفوعة، الرياح على بالكم ثاني النار، كاين الريح تدير الطبيعي والنار تزيد تخلق ريح كبير باسكو هي تستهلك الاكسجين، وكي تستهلك الاكسجين كي الفي ابل باش تجبد الاكسجين تخلق ريح، وهذيك الرياح هي اللي تطبع فيها. وشفتوا سيدي فيتاس فريمون كبار اللي مشات بها هذه الحرائق، والحصيله الى غايه اليوم على الساعه 9:40 الوقت وين جاز الساطل تاع الزملاء تقدر بحوالي 23000 هكتار من جوست 9 10 11 اوت ثلاث ايام. طيب سيد عز الدين وصديق، دائما تحدث عن دور الوكاله الان من اجل مجابهه هكذا اخطار بالنسبه للجزائر سواء الحرائق، متحدث عن كل ما يهدد هذا البلد. هو ولنا بالنسبه للصور اللي التقطناها من طرف التقطنا يوم 11 صوره تغطي ولايه تيزي وزو، صوره الصاد 2 با عالي الدقه، واليوم الصباح كما قال السي محمودي على 49 دقيقه صوره تغطي تيزي وزو بجايه وجيجل، وعملنا لو كان فوتو صور مادا بينا. فوتنا فيها الصوره تاع تيزي وزو على مستوى الاربعه نثيره، الصوره تاع جنوب ما كانش الصوره في فيها صور اكيد سيتم بثها بعد لحظات. نعم شكرا. يمكن تفصيل اكثر فيما لديكم فيما يخص المساحات هاي فيما يخص المساحات المعنيه بالحرائق على مستوى ولايه تيزي وزو قيمنا عن طريق معالجه الصور القمر الصناعي الجزائري 23000 هكتار الى يومنا هذا. على مستوى ولاية بجاية 6700 هكتار، وعلى مستوى ولاية جيجل 1800 هكتار. هذا عن طريق معالجة هذه الصور، وهذه الصور نوفرها للمدير العام للغابات والحماية المدنية من أجل دراسة الأسباب ودراسة يعني المستقبلية لباش الدعم مناهج للوقاية من هذه الحرائق. طيب ربما تابع هذه الصور الآن على الشاشة، يمكن تعليق عليها بخصوص أي معطيات هذه الصور التي نتابعها الآن؟ لا ما زيد صور ما صور في صور كثيرة للوكالة الفضائية وفرتها سواء لمصالح الغابات أو كذلك للحماية المدنية من أجل
العمل على تسريع التحكم في هذه الحرائق. طيب دائما تحدث على هذه المعطيات التي تشرف عليها الخبرة الجزائرية، ما الذي يمكن أن تستفيد منه الجزائر للحفاظ على أمنها للتنسيق مع المصالح، خاصة لما نتحدث اليوم عن الحرائق، ما الذي يمكن توفيره من معطيات أيضا؟ شوفوا رانا نشوفوا درك الصوره تاع الاربعه نثيرات تاع تيزي وزو، اللون الاسود هو اللي يحدد المساحات المحروقه، وعندما في نهايه الصيف نعمل حصيله مع الزملاء تاع الحمايه المدنيه والغابات، وفيه كذلك مشروع هام مع المدير العام للغابات اللي هو إنجاز خريطة وطنية لأنواع تصنيف النباتات الغابية الكارتوغرافي كلاسيفيكاسيون دي زيسونس فورستيير، وكذلك وضع خرائط يعني لكارتوغرافي دو ريسك دو ريست دانسوندي. طيب لما نتحدث عن الخرائط التي تحدد نقاط المخاطر بالنسبة خاصة للمحيطات الغابية، طيب ماذا أيضا عن نتحدث الآن عن كل الأرقام والمعطيات التي يمكن أن تعتبر كأنها بنك للمعلومات، يمكن أن تقدم لنا استراتيجية أو نبني عليها استراتيجية استباقية للحفاظ على الأمن الغابي والأمن الشامل بالنسبة للجزائر؟ نعم، احنا عندنا برنامج فضائي وطني يستجيب لحاجيات كل المستعملين ولا كل قطاعات، قطاع الفلاحة، قطاع الري، الموارد المائية، الطاقة، يعني الأقمار الصناعية الهدف من استغلالها هو معرفة الموارد الطبيعية، معرفة الموارد الطبيعية الجوفية والسطحية، وكذلك وضع أجهزة سيستم دانفورماسيون من أجل مساعدة اتخاذ القرار، وكل هذه المعلومات تنفع كل القطاعات على مستوى برامج التنمية. جيد. طيب مشاهدينا نوصل هذا النقاش، وقبل ذلك نعود إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية، وفي هذا المقطع يتحدث عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في وضع الأزمات. الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد تشراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية، ما نجيش اليوم لأن فيه ناس مغردين ولا غير مغردين، تحريات تاع العدالة هي اللي غادي تظهر الحقيقة في الشاب اللي اغتيل في الأربعة نتيرات. ولكن هذه ماهيش خدمة تاع كل أبناء ولاية تيزي وزو ولا كل أبناء الأربعة نتيرات، ما نستغلش الظرف ونطيح في الفخ تاع المنظمتين الإرهابيتين اللي يحاولوا يدخلوا من هذا الباب باش يمسوا الوحدة الوطنية. حذاري حذاري حذاري. إذن وفي سياق دائما الحفاظ على المصالح الوطنية والحفاظ على اللحمة الوطنية، أصدرت وزارة الاتصال بيانا تذكر فيها المضامين على الفيسبوك التي تمس المصالح الوطنية، وتقول في هذا البيان: أكدت وزارة الاتصال عزم الجزائر على الذود عن سيادتها الرقمية الوطنية وحماية شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة التي تنطوي عليها مضامين يتم
تداولها مؤخرا على موقع الفيسبوك. وشددت الوزارة في بيان لها على أن ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة من مضامين على موقع فيسبوك يعد مساسا وتهديدا لمصالح الجزائر وسمعتها، مؤكدة أن الدولة عازمة على اتخاذ كل أو كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد هذه الشركة لحملها على معاملة الجزائر على قدم المساواة مع الدول الأخرى. ويضيف البيان بأنه منذ أزيد من شهر احتفل الجزائريون بعيد الاستقلال، وقد لاحظوا مرة أخرى أن كل صور الاستعمار البشعة أخلاقيا وإنسانيا قد تم حجبها من قبل الموقع، لا لشيء إلا لمنع الشعب الجزائري من التعريف بتاريخه. كما لفتت في سياق ذي صلة إلى أن نفس المظاهر لوحظت أثناء العدوان الأخير الذي شنه الكيان المحتل على أهل القدس وعلى غزة، حيث حجبت الكثير من المنشورات. على كل البيان يحمل العديد من التفاصيل التي تصب في إطار انتقادات لوسائل التواصل الاجتماعي، ونتحدث هنا عن منصة الفيسبوك. وحول هذا البيان وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ حني حسين، وهو أستاذ علوم الإعلام والاتصال. مساء الخير سيدي. لكم ولضيفك الكريم، شكرا جزيلا على الاستضافة. استمعت معنا لمقتطف من بيان وزارة الاتصال، وهو انتقاد لمنصة الفيسبوك، وكذلك نتحدث عن المضامين التي تريد ضرب المصالح الوطنية الجزائرية، ما تعليقك؟ صحيح، يعني الحروب التي تشن يعني في الوقت الحالي أصبحت حروب رقمية وليست حروب تقليدية، وبالتالي الجزائر لم تصبح أو لم تعد بمنأى عن هذه التهديدات والاستهدافات. الدليل يعني كما ذكر البيان يعني عدة وسائط تواصل اجتماعي على رأسها شركة فيسبوك تستغل يعني هذه المضامين لصالحها، يعني تقوم ب ترويج للمضامين التي تخدمها، وتقوم ب يعني تهديد واستهداف دول عن طريق يعني تحكمها في هذه المضامين. الدليل على ذلك كما ذكر البيان يعني منذ ايام احتفلنا بذكرى عيد الاستقلال، قبلها حتى مجازر 8 مايو 1945، يعني انا شخصيا عندما اقوم يعني بنشر يعني صور لبشاعه يعني ما اقترفه الاستعمار الفرنسي يعني تجاه الشعب الجزائري، يقوم موقع فيسبوك بحجم مثل هذه الصور. لفعل ذلك عندما نقوم بنشر بعض المضامين التي تبين يعني موقف الجزائر اتجاه يعني القضايا الدولية العادلة، نفس الشيء يعني تعترضون العديد من المعوقات يعني نتيجة تحكم يعني بعض الأجندات في هذه وسائل التواصل الاجتماعي على رأسها الفيسبوك الذي يعد من أكثر يعني وسائل التواصل الاجتماعي استخداما خاصة في الجزائر. نعم. طيب دكتور حسين، كذلك البيان ذكر بأن هذه المضامين هي سلاح يوجه ضد الشعوب والدول تبعا لمصالح اللوبيات المعادية ومن والاها، مشيرة إلى أن الأمثلة بخصوص الجزائر هي كثيرة وعديدة. ما الذي يعنيه ذلك خاصة وأنت تتحدث عن حروب الجيل الرابع على دول بعينها؟ نعم، يعني تحدثت عن يعني زوال يعني الحروب التقليدية. الحروب يعني حاليا لم يعني تعد باستعمال السلاح، وإنما يتم استهداف الدول عن طريق يعني الحروب الرقمية. أبسط دليل على ذلك ما يعني يتم يعني تداوله أو ما يتم ربما يعني استهدافه تجاه الجزائر، خاصة يعني مؤخرا هناك يعني العديد من التهديدات التي يعني تمس الجزائر على صعيدها الإقليمي، وحتى يعني هناك استهداف للجبهة الداخلية الجزائرية عن طريق يعني نشر بعض المعلومات المغلوطة والخاطئة ونشر بعض الإشاعات، بالمقابل التحفظ عن نشر بعض الحقائق التي ربما تبين اتجاه أو موقف الجزائر تجاه يعني بعض مصالحها سواء داخليا أو خارجيا. كل هذا يعني
يعني يبين او يدل على ان الجزائر مستهدفة وعلى غرار يعني بعض الدول الاخرى من طرف يعني بعض الاجندات التي تقوم ب يعني التحكم في هذه المؤسسات الواسعة الانتشار والتحكم في مضامينها بما يخدم مصالحها وتوجيه الرأي العام نحو بعض الاخبار الكاذبة ونحو بعض الاشاعات. شكرا جزيلا الأستاذ حني حسين أستاذ علوم الإعلام والاتصال على التواصل معنا، كنت معنا عبر الهاتف. الآن مشاهدينا نربط الاتصال بالزميل أحمد خير الدين المتواجد بولاية تيزي وزو معنا مباشرة، كذلك مرحبا به وبضيفه الكريم. خير الدين مساء الخير، ضعنا ربما في صورة آخر المستجدات بالولاية ونتحدث أيضا عن هذه الهبة الشعبية التي كانت من كل ربوع الوطن من أجل إغاثة المتضررين بولاية تيزي وزو والولايات المتضررة الأخرى، ونتحدث أيضا عن أهمية التضامن وإبراز قيم التعاون والوحدة واللحمة بين الشعب الجزائري. مساء الخير بدر الدين لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين، نطل عليكم في هذه النافذة من ولاية تيزي وزو لننقل لكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بعملية إخماد النيران التي طالت هذه الولاية وعدد من ولاية الوطن. إذن اليوم تواصلت عمليات إطفاء النيران في هذه الولاية، وتواصلت معها الهبات الشعبية التي قادها المواطنون من مختلف ولايات الوطن. لحد هذه الساعة ما زالت القوافل تأتي تبا، وعند قدومنا إلى هذا المقر لننقل لكم هذا المباشر لاحظنا في طريق العديد من السيارات والشاحنات قادمة من مختلف ولايات الوطن وبعلامات ترقيم مختلفة. للحديث أيضا عن الهبة التضامنية وعن الأخوة وعن أواصر اللحمة التي رسمها الجزائريون في هذه المحنة التي طالت ولاية تيزي وزو والولايات الأخرى، أسعد بأن يكون ضيفي ولي الشرف أن أكون مع الدكتور سعيد بويزري أستاذ الشريعة والقانون في جامعة تيزي وزو ليحدثنا عن الهبة التضامنية وعن الأخوة والتلاحم بين أبناء الشعب الواحد. دكتور مساء الخير ومرحبا بك معنا في شاشة التلفزيون الجزائري. لاحظنا هذه الهبة التضامنية ولاحظنا هذا الكم الكبير والهائل الذي عبر عن لحمة الشعب الجزائري، لو تحكي لنا عن هذه الهبة وتصف لنا شعورك وأنت تلاحظ أبناء الشعب الواحد يتضامنون في مثل هذه المواقف، تفضل. لك الفضل. حقيقة هذه الهبة التضامنية انطلقت منذ الساعات الأولى لاشتعال النيران، فهذا الحريق حقيقة حريق مدمر، حريق صنع الكآبة، ولكن في الوقت نفسه هذه الفتنة أو هذه الأزمة فجرت ينابيع الخير في قلوب المجتمع الجزائري صغارا كبارا رجالا نساء، فهذه الهبة التضامنية ترجمت معاني الأخوة والمحبة والانتماء إلى الوطن الواحد، وما تصنعه الأزمات لا يمكن أن تصنعه الظروف الأخرى. حقيقة صدق من قال الأزمة تلد الهمة، كما قولوا بالدرجة كل محنة تزيد في العقل. حقيقة زمان عبر أحد الشعراء بقوله جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. المحنة دائما تورث منحا وترفع همما، فما لاحظناه في هذه الهبة التضامنية من مختلف أنحاء الوطن الكبير يعني هذا شكل مشهدا جميلا صنعه هؤلاء الجزائريون والجزائريات بإنفاقهم، وقد ترجموا معنى قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وترجموا معنى قوله تعالى فاستبقوا الخيرات،
هناك استباق يعني واضح ملحوظ ليل نهار. بالمناسبة نستقبل المعونات والمساعدات والاحتياجات عبر 24 ساعة، يعني في كل لحظة نستقبل من مختلف الولايات. هذا الخير العميم هو ترجمة عملية لأصالة هذا المجتمع ولأخوته، ونعتقد ولله في أمره شؤون أن هذه الأزمة تؤلف بين الناس، تؤلف بين أبناء الوطن الواحد. نسأل الله عز وجل أن ينظر إلى وطننا بعين الرحمة، وأن ينظر إلى هذه البشرية التي تعيش ظروفا صعبة في ظل أزمة أخرى وهي أزمة الوباء، وهو قادر على ذلك بأمر منه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الهبة التضامنية تجمل حياتنا وتزرع فينا الأمل الذي يدفعنا إلى العمل، وهذا النجاح في ظل هذه الأزمة هو نجاح يعبر عن عمل جماعي، لأن النجاح صناعة جماعية. نسأل الله مزيدا من التآلف والتلاحم والأخوة والوحدة، وأن يرفع عنا جميع الأوبئة وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. إذن بدر الدين، عودة إليك وإلى ضيوفك الكرام. نعم. في الاستوديو كانت هذه كلمة الدكتور على كل سعيد أحمد بيزري. ابقى معنا، ستعود أو ستكون معنا بعد قليل كذلك في المحور الثاني لهذه الحصة الخاصة. شكرا جزيلا، وكذلك للدكتور بويزري. سنسعد أيضا بأن تكون معنا دكتور بعد قليل. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو. سيد فاروق، ربما سأواصل معك الحديث حول هذه الهبة التضامنية أنتم تعيشونها، والمواطنون جنبا إلى جنب مع رجالكم في الميدان ربما ضعنا في صورة هذه الهبة وهذه الصورة الجميلة التي يقدمها الجزائري. هي في الحقيقة من شيم الجزائري أنه كل مرة ما تكون محنة يكون وقف. لاحظنا هذا، لاحظنا في كل الكوارث التي مست البلاد، هي من صفات الجزائري. هذه المرة الشيء الملاحظ أنه مختلف الأعمار موجودة ميدانيا تساهم بكل ما لديها من أجل هذا المجهود الجماعي، من أجل إخماد الحرائق. كل يساهم حسب مقدوره وحسب إمكانياته ومعرفته، هم مشكورون بذلك. وأنا بدون شك أشعر بالاعتزاز والافتخار والانتماء إلى بلد شعبه متضامن بهذه يعني الجرأة والرجولة. أيضا هي فرصة بالنسبة لنا أن نشكرهم. يعني لاحظنا شيء لحظة أن كل مرة نجد المواطن يساندنا ويساند كل مؤسسات الدولة. هي أيضا بالنسبة لنا فرصة أيضا نشيد بالهبة التضامنية الوطنية، لأن الشيء الملاحظ أنها كانت وطنية بامتياز. هذا ما سيقوي اللحمة التي تكلم عليها السيد رئيس الجمهورية، والتي هي ستسمح لنا بدون شك مواجهة هذه الحرب معلونة على الجزائر، الحرب الرقمية، حرب الجيل الرابع التي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تقوية اللحمة، أيضا تقوية الجبهة الداخلية، حتى نتمكن كلنا معا أن نحمي بلدنا، لأن شهدائنا الأبرار تركوا لنا ما نفتخر به ونعتز به، ولابد أن نحافظ عليه. نعم. طيب سيد محمود، أنتم أيضا أكيد أن المواطن معكم جنبا إلى جنب من أجل حماية هذه الغابات وحماية مساكن المواطنين، لكنه أيضا بالنسبة لكم دليل، خاصة وأن الكثير من المواطنين أصبحوا ربما هم من يحاولون مساعدة سواء مصالح الغابات أو الحماية المدنية في التعرف على هذه المسالك الوعرة بالنسبة للمحيطات الغابية. حقيقة سيدي، احنا سبقا قلت لك بلي بعد الحريق خنشلة أو يوم 12 جويلية
وزير الفلاحة قرر باش يدير لقاء وطني باش نعاودوا استراتيجية جديدة وين نجيبوا كاع الناس اللي كنا شاكين فيهم باللي قادرين يعاونونا نقصوا من هذه الجائحة من هذه الكارثة. دونك جبنا كاع الجمعيات الوطنية كل الناس درنا لقاءات في الولايات 7 لقاءات ولو ريزولتا ولا كيفاش يقولوا شفناه قلت لك إلى غاية 8 أوت والله العظيم غير كلنا بلي فرحنا بلي الاخر فيه نتائج ايجابيه يعني. ايه ولكن تفاجأنا بحرائق تيزي وزو، ميم حرائق تيزي وزو زادوا عطونا الدرس فيما يخص التضامن الوطني. انا عشت التضامن في خنشله وعشت هذه الخطره على بالك يوم 9 في الليل الى غايه الساعات المؤخرة حيث الحرائق وصلت إلى داخل القرى في مدينة الأربعة نثيراثن. الحريق كان في وسط المدينة لو كنت تشوف واحد الهبة التضامنية كي تجي تطلع باش تروح الأربعة نثيراثن يقطعوا لك لي جون هذوك لتحت بالذراع يعطيوك الماء يعطوك المؤونة والناس اللي عنده جرارة وعنده سهريج سيترن يعمر في الماء ويزود آليات الحماية المدنية وفي الميدان باش نجروا التيوات هذوك باسكو دي فوا ثقال مام التيوات هذوك ثقال ورجال الحمايه المدنيه والغابات يعياو. دونك الشعب هو اللي كان يقوم فريمون واحد الهبه وكل الناس كاع جات في الليله الاولى ديجا كانوا يجيو في الطريق تشوف كاع الارقام كما قالها الاخ كل ولايات الوطن كاع الارقام تاع الوطن كانوا يجيو باش يمدوا يد المساعده للاخر للاخر للقريه تاع الحرائق. طيب سيد الصديق ربما قبل ان اعود اليك في كلمه ختاميه اعود الى زميل احمد من ولايه تيزي وزو وكذلك دكتور بويزري ربما للحديث هذه المره عن اهميه الخطاب المعتدل الذي ينبذ الفرقه والتفرقه وكذلك يصد كل الأصوات التي تريد الفتنة لهذا البلد. نعم بدر الدين سأنقل سؤالك إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري. الدكتور زميلي في الاستوديو يسأل عن الخطاب المعتدل على الخطاب الذي يوحد ويؤلف بين القلوب وينبذ الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد خاصة في مثل هذه الظروف وفي مثل هذا الوقت الذي انتشرت فيه الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والتي عادة ما تكون معاويل هدم لا لبنات بناء. ما أحوجنا إلى التآلف والتكاتف والتضامن، ما أحوجنا إلى الابتعاد عن أسباب الفتن وعن أسباب العنف بجميع أشكاله وصوره. نحن في أمس الحاجة إلى الوحدة، في الوحدة قوة وفي الفرقة ضعف وهوان. لا يمكن أن نحقق شهودنا الحضاري في هذه الحياة إلا بالتآلف والتحاب. ربنا حينما قال في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالآية تجذر فينا معاني الوسطية والاعتدال، لأن الوسطية والاعتدال أطول نفسا وعمرا، عمر الاعتدال طويل، والوسطية تقرب ولا تبعد، تجمع ولا تشتت، تبني ولا تهدم، تزرع الأمل ولا تزرع اليأس، تزرع الأمن والأمان ولا تزرع الفتن. فما أحوجنا إلى تحقيق مقتضى هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فشهادتنا مرتبطة بتمثل منهج الوسطية والاعتدال، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا التزمنا خط الوسطية والاعتدال والابتعاد عن جميع ألوان التطرف يومها سوف نحسن التعامل مع السنن
التي لا تعرف المحاباة ولا المجاملات، حتى ولو تعرضنا لإصابات أو لقروح كما عبر عنها القرآن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، إلى أن قال ربنا عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد أصبنا بقروح كثيرة لا نحصيها عددا، ولكن هذه لا تدمرنا بل تقوينا، تزرع فينا الأمل الذي يدفعنا إلى العمل. إن ربنا قال في القرآن الكريم، إن أعود إلى الآية: قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لا شك أن في الوحدة قوة وعزة ونهضة وحضارة، وفي الفرقة هوان لا سمح الله. نسأل الله العفو والعافية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد بويزري، الأستاذ في العلوم الشريعة والقانون من جامعة تيزي وزو. عودة إليك بدر الدين وإلى ضيوفك الأكارم في الاستوديو المركزي. شكرا للدكتور بويزري سعيد، وكذلك لك زميل أحمد خير الدين، كنت معنا مباشرة من ولاية تيزي وزو. عودة إلى سيد أصدق، ربما كلمة أخيرة كذلك للحديث سواء على دور الوكالة أو على هذه الهبة الشعبية. شكرا شكرا. تعتبر الأقمار الصناعية الجزائرية أرصاد واحد، أرصاد اثنين، أليف، أرصاد نتبة، هذه لملاحظة الأرض، والقمر الصناعي للاتصالات السلكية ولا سلكية، والمحطات الأرضية لمراقبة هذه الأقمار الصناعية ولاستغلالها، وكذلك المهندسين بكفاءتهم وإرادتهم وتجنيدهم. استثمار من عند الدولة، هذه استثمارات هامة. هذه الاستثمارات لابد منا أن نستغلها بطريقة عقلانية وناجعة من أجل مساعدة التنمية الوطنية، سواء على مستوى معرفة الثروات الطبيعية أو الحماية من المخاطر الكبرى. جميل جدا، وهي رسالة مطمئنة جدا لكل الجزائريين على أن السواعد الجزائرية لديها من الخبرة ما يكفي من أجل حماية هذا الوطن والذودي عنه، لكل أو لصد كل التهديدات والمخاطر التي قد تصيبه. شكرا جزيلا لك السيد عز الدين الصديق، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، على الحضور وتقديم هذه التفاصيل. كذلك أشكر جزيل الشكر السيد علي محمودي، المدير العام للغابات، على الحضور وتقديم التفاصيل، وكذلك العقيد فاروق عاشور، مدير فرع للإعلام والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية. شكرا لكم جميعا، وكذلك بالتوفيق لكم ولرجالة الجزائر الذين في الميدان من أجل العمل من أجل إخماد هذه الحرائق. مشاهدينا، نواصل هذا النقاش، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير الذي يعود إلى كرونولوجيا اندلاع الحرائق في عديد ولايات الوطن، كما نعود إلى سواعد الجزائريين المتلاحمة في هذه اللحمة الوطنية في مجابهة الحرائق الأخيرة. تقرير لأسامة دحمة. هم أبناء وطن واحد، سهرتهم حرارة مشاعر الأخوة في جسد رجل وقف في وجه النيران. فما حل جلل، الأرض أرضنا والغابات رئتنا. جهود يبذلها أبناء الجزائر البررة، كل من مكانه حسب تخصصه وإمكانياته. أعوان الحماية المدنية، محافظة الغابات، وقوات الجيش في المكان منذ الوهلة الأولى. أرتال تتلوها الأرتال تنقلت ولا تزال مرابطة. قوة الجيش الوطني الشعبي وكعادتها تجسد مقولة جيش أمة، سخرت كل إمكانياتها وسبل منتسبوها أنفسهم لحفظ الأرواح والممتلكات. جيش واحد اللي يروح باه يريسكي بحياته والاخر عاجل
حاجة اللي يصوفي حياة إنسان واحد آخر، هذاك شهيد هذاك. رئيس الجمهورية يفيد وزير الداخلية لتيزي وزو بمعاينة الأضرار والتكفل المادي الاجتماعي والنفسي بالمتضررين. فتح باب التطوع بالمستشفيات العمومية والخاصة، الجيش الأبيض كان في الموعد لإنقاذ الأرواح وإسعاف المتضررين. الطبات هذو فريمري وتتهلف بينا ما كاش، والله العظيم عندهم أعطيهم الصحة، أعطيهم الصحة بزاف بزاف. الولايات المجاورة سخرت كل إمكانياتها الصحية لنقل الحالات المتقدمة والتكفل بها بمستشفى الدويرة. أساطيل الشاحنات من كل ربوع الوطن تحركت بتنسيق بين كل القطاعات، مساعدات استعجالية بمواد استهلاكية وطبية. شباب الجزائر وسواعدها وصلوا رسم صور براقة عن التضامن في المحن، جمعوا المساعدات ولم يكتفوا بإيصالها بل انخرطوا بمجرد الوصول في مساعي الإطفاء. رقعة الحرائق التي استشرت في عدد من ولايات الوطن في آن واحد استدعت استئجار طائرتي إطفاء حلتا بالجزائر بعد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. ونظرا لحجم الخسائر الكبير، خصص رئيس الجمهورية برنامجا استعجاليا وميزانية خاصة للتكفل بالأضرار والمتضررين، وهو ما كشفه الوزير الأول الذي حل بتيزي وزو للوقوف على الجهود المبذولة. سيد رئيس الجمهورية، يعني نبشركم راه وضع صندوق خاص، ان فون دورجونس، يعني بور اندمنيزي، يعني باش نعوضوا كل اللي فقد الشجرة نعوضوها له، اللي فقد الشبتاك تاعو نعوضوه له، اللي فقد البقره نعوضوها له، اللي فقد الشجره كما قلت لكم المثمره نعوضوها له، اللي فقد البولاي تاعو نعوضوه له. ستطفأ ألسنة اللهب لا محالة، وستغرس أشجار الأمل من جديد، لتظل الحرائق اختبارا آخر تجاوزه الجزائريون بلحمتهم وتراصهم وتضحيتهم في سبيل الجزائر. إذن كل هذا في سبيل الجزائر، واللحظة نسعد باستضافة الأستاذ زغداري محمد وهو الإطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مساء الخير. مساء الخير، تحية طيبة لك للمشاهدين الأكارم. شكرا جزيلا. إذن الجزائريون يثبتون مرة أخرى في زمن المحن بأن قلوبهم على قلب رجل واحد، ومهما كانت الأخبار ومهما كانت الشائعات ومهما كان التهويل أيضا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نشكركم بداية على الاستضافة ولإتاحة هذه الفرصة حتى ننور المجتمع الكريم ونسهم بما نستطيع الإسهام به في جمع هذه اللحمة التي تحدثتم عليها، خصوصا أنه الشعب الجزائري كله، عربه وأمازيغه، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، كله كما ذكرت على قلب رجل واحد، وحدهم دخول الفاتحين المسلمين للجزائر منذ أكثر من 14 قرن، فمنذ وطئت أقدام الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأرض الطيبة، ومنذ اعتنق الجزائريون الإسلام لم يعد هنالك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين أبيض وأسود، بين عجمي وعربي، كلهم مسلمون تحت راية الإسلام. وقد أثبت الجزائريون في كل مرة وحدتهم وتلاحمهم منذ فترة الاستدمار التي ربما هي قرن وثلاثين سنة حاول المستدمر خلالها أن ربما يكسر كل مقومات الوحدة بين الجزائريين، بث روح الفرقة فيما بينهم، تشتيتهم إلى قبائل، ربما حتى إشاعة البلبلة فيما بينهم، ولكن خسر وخاب وخرج مندحرا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم اللحمة التي عليها الشعب الجزائري، توحده تحت راية القرآن الكريم، تحت راية الإسلام، تحت راية اللغة العربية، تحت راية الحفاظ على الأصالة الجزائرية وعدم الانسياق وراء كل ما كان المستدمر يعني يقوم به الآن. ويبقى الشعب الجزائري في كل أزمة من الأزمات
تخلق ليس همة واحدة. المثل يقول الأزمة تلد الهمة، صحيح. لكن الأزمة في كل مرة تخلق همما كثيرة ومتعددة، بحيث تتضافر جهود الجزائريين في أن يكونوا متضامنين متآلفين متأخين فيما بينهم. ربما الأزمة ما قبل الأخيرة هذه، ونسأل الله تعالى أن تكون آخر الأحزان وآخر الأزمات هذه النيران التي اشتعلت، أزمة نقص الأكسجين أو سوء توزيع الأكسجين أو سميها ما شئت أن تسميها، هذه الهبة الوطنية التي عرفت ساهم فيها الفقير والغني على حد سواء، الذي دفع من راتبه من أجل شراء المكثفات وتبرع حتى الصبية الصغار، والذين لديهم أيضا رؤوس أموال كبيرة ساهموا في تزويد المستشفيات بمكثفات، وكله دليل على أن الشعب الجزائري قلبه على قلب رجل واحد كما ذكرت، وأن كلما دخل الامتحان أو ابتلاء كما يقال إلا وأثبت نجاحه فيه بوحدته وخروجه منه واحدا موحدا. هذه اللحمة والملحمة الجزائرية التي في كل مرة تتجدد بتعدد الأزمات والمحن. طيب نتابع، كنا نتابع هذه الصور التضامنية، هناك قوافل بالعشرات من الشاحنات وصلت إلى الولايات المتضررة خاصة منها ولاية تيزي وزو في الساعات الأخيرة. طيب ما هي الرسائل التي يمكن أن نستخلصها من هذه الصور، خاصة من أجل الرد على الأصوات التي تريد في كل مرة الاستغلال أو استغلال بعض التفاصيل من أجل ربما نشر الفتنة وإحداث التفرقة بين الجزائري؟ نعم، للأسف الشديد هي الأصوات الناعقة كما ذكرت، والتي تحاول في كل مرة أنها تقسم الجزائريين وإثارة النعرات والبلبلة وربما وصم الجهة على جهة. هذه الصور الجميلة من الائتلاف والتآلف هي التي تصنع جمال الجزائر ووحدة الجزائر، وفي نفس الوقت هي تصنع أحزان الآخرين الذين لا يريدون أن يرون إلا مشتتين، وهم الذين يسهمون في نشر هذه الإشاعات وهذه الأقاويل الكاذبة، والتي تثبت يوما بعد يوم أنها ما هي إلا مجرد إشاعات. ربما انتهز الفرصة أنه اللجنة الوزارية الفتوى في آخر فتواها والتي أصدرتها تذكير للمجتمع ككل أنه أن لا ينساق، وهذا هو واجبنا الآن ونحن نتحدث خصوصا عن وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا هذا الإعلام البديل كما يسمى إعلام الحديث، الذي يعني تشيع فيه الكثير من الأخبار المكذوبة والتي تثبت يوما بعد يوم أنها كاذبة. فاللجنة الوزارية الفتوى تحدثت عن أن صناعة الإشاعة حرام، لأنه صناعة كذب، والكذب حرام، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنها تحدث فتنة في المجتمع، والفتنة أكبر من القتل كما قال الله سبحانه عز وجل. فعلى كل هذا نحن لا نستغرب ربما إثارة الإشاعات وكثرتها في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلام المأجورة، ولكن علينا نحن أن نكون يقظين. الرسالة التي يعني عمليا نراها بأعيننا بأم أعيننا ونعيشها يوميا أنه الهاتف لم يتوقف، يعني يوم كامل في التواصل والربط بين هذا وذاك في إيصال المؤونات، هذا الشيء الذي نعيشه بشكل يومي. أما الشيء الذي نراه بأعيننا من خلال وسائل الإعلام وحتى وسائل التواصل الاجتماعي فهو أنه القوافل لم تتوقف ولن تتوقف حتى تخمد النيران بإذن الله تعالى، ويرجع كل الناس إلى بيوتهم آمنين سالمين، ويكتفي كل الناس من الإعانات. وربما أستطيع القول أو أجزم أنه قد الإعانات التي قد تصل إلى هذه المناطق قد تفوق حتى احتياجات الناس في حد ذاتهم، ولكن لا نتوقف، لا نتوقف حتى يحتاج حتى يكتفي الناس. نعم. طيب أنت أشرت إلى الخطاب الديني وضرورة هذا الخطاب في هذا الوقت بالذات. نعم. الردع القانوني أكيد بأنه سيعالج المشكلة، لكن نعم، الخطاب العقلاني، الخطاب الديني الوسطي خاصة نتحدث، نحن نتحدث عن الجزائر. نعم. خطاب وسطي ربما وهو ما يطبع هذا الخطاب الجزائري الديني، كيف يمكنه الآن الحفاظ على هذه اللحمة ودعمها وتقوية أواصرها في وجه كل من لا يحبذ مثل هذه المظاهر في المجتمع الجزائري؟ أكيد الخطاب الديني له مكانته الخاصة في قلوب الجزائريين. المجتمع الجزائري الذي يؤم أكثر من 18,000 مسجد بشكل أسبوعي في خطب الجمعة، السادة الأئمة الذين نوجههم لهم من خلال هذا المنبر تحية خاصة لما يبذلونه ليس في الخطاب الديني والتوجيه الديني والخطاب الوسطي، لا، وفي تنوير عقول الناس وفي تعليم الناس القرآن الكريم وفي توجيه أبناء المسلمين لما ينفعهم، بل حتى في الدور الاجتماعي الذي أدوه ويؤدونه لحد الساعة. أنا منذ لحظات تقريبا منذ نصف ساعة أحد الأئمة يتصل معي من ولاية بجاية
ينقلوا مساعدات من بجاية إلى تيزي وزو، معناها هذا التلاحم الموجود والذي يصنع صورته الجمالية يعني يرصعه ربما الأئمة الذين هم همزة وصل بين فاعل الخير ومستحق الخير بإذن الله تعالى. فأقول أنه هذا الخطاب الوسطي الذي يعول عليه كما ذكرت أنه في كل جمعة سادتنا الأئمة يوجهون المجتمع، ينورون المجتمع، يذكرونه بقول الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذا المجال الذي تشيع فيه الفتن والإشاعات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهم في كل أسبوع يذكرون الناس، ربما في الأزمة كوفيد 19 التي نسأل الله تعالى أن يرفعها عنا ويرفع عنا الوباء والبلاء، أنه السادة الأئمة أيضا أدوا دورا مهما جدا في تنوير الناس في بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، بضرورة الذهاب إلى التلقيح، بل فتحوا مساجدهم ومدارسهم القرآنية لتكون مراكز من أجل أن يتلقى الناس اللقاح بها. وفعلا كان هذا عنده دور كبير في تقريب اللقاح من المواطن، وفي نفس الوقت أنه شيء من الثقة التي يزرعها السادة الأئمة في هذا اللقاح. تحدث عن الأماكن الطبيعية التي يتواجد فيها الإمام ويتوفر فيها الخطاب الديني، ماذا عن منصات التواصل الاجتماعي التي تجتاحها الإشاعة والأخبار الكاذبة والتهويلية، ماذا عن حضور الخطاب الديني في هكذا منصة؟ نعم، يقال ربما أنه رب ضارة نافعة. نحن الأزمة كوفيد 19 التي عاشها العالم ككل في خلال سنة 2020 خصوصا، والتي دامت 9 أشهر أو 8 أشهر من غلق المساجد بشكل كلي، لا فيه صلاة جماعة ولا دروس ولا تعليم قرآن ولا خطب جمعة، تلك كانت فرصة للسادة الأئمة لينتقلوا من المنابر الحقيقية إلى المنابر الافتراضية. وكل مسجد وكل إمام فتح له صفحة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وأصبح لا يخاطب رواد مسجده فحسب، إنما يخاطب العالم ككل، يخاطب الجزائريين في أي منطقة من المناطق. الجزائري الذي كان ربما لا يستمع إلا لخطاب واحد في جمعة واحدة في المسجد الحي الذي هو يسكن فيه، أصبح يستطيع أن يختار ويتخير لنفسه الخطب والدروس التي يريد الوصول إليها مهما كانت المسافات التي تفرق. ربما هذه وسائل التواصل التي فتحت مجالا لإنشاء تطبيق خاص بالفتوى، لإثراء الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالفتاوى والبحوث المتعلقة بأسئلة المواطنين، الكثير من المنصة الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، بل ربما حتى في المجال ما يتعلق بالإقراء، فتح مقارئ على مستوى هذه الوسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية، من أجل لا يكون هناك انقطاع. إذا كان هذه الأزمة ربما حاولت أو الكوفيد حاول أن يخنقنا، فإننا تكيفنا بفضل الله سبحانه وتعالى، فالظروف تكيفنا ولا تتلفنا. ففي كل مناسبة ربما نجد فسحة من أجل إيصال الخطاب، من أجل إيصال التربية، التعليم، القرآن الكريم وغيره، إلا واغتنمها السادة الأئمة مشكورين. طيب، هذه الأيام نحن في الجزائر في أيام حداد على أرواح الشهداء الذين فقدناهم في هذه الحرائق الأخيرة، أكيد بأن للحداد معاني وأبعاده بالنسبة للرسائل التي يريد عفوا أن يوصلها للجزائري. شوف، حقيقة ونحن نعيش هذه الأزمة، هؤلاء الذين فقدناهم جميعا لا ننساهم بالدعاء، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح الجنان. وربما كطمأنة وكطبطبة إن صح التعبير على قلوب الذين فقدوهم، يعني هنالك من ترك أيتاما صغارا، هنالك من ترك أبوين كبارا، هنالك من ترك إخوة وأخوات، يعني هذا الحزن ربما هذه اللفتة الأيام الثلاث التي ربما نتذكر فيها هؤلاء الذين فقدناهم، هي أن لنعبر لهؤلاء الذين فقدوا أنهم ليسوا وحدهم، أنه الشعب كله متضامن معهم. وحتى نطمئنهم أكثر فأكثر، فإننا نبشرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات في الحرق أو الحريق هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. ربما لا يتسنى لأي منا أنه كلنا نطلب أنه نموت شهداء، ولكن لا يتسنى هذا لكل الناس. ربما المجاهد في سبيل الله الذي كان في فترة الاستدمار وفضله الله سبحانه وتعالى بأن يكون شهيدا، جعل الله تعالى فرصة ربما بين قوسين لأحفادهم وأبنائهم لأن يكونوا شهداء أيضا ويلتحقوا بهم شهداء
فعليين مغفوري الذنوب مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. هذا الخطاب هو هذه الرسالة التي نوجهها إليهم. ما برمجته أيضا وزارة شؤون دينية الأوقاف في يوم الغد اللي هي صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة بشكل مباشر هي أيضا من ناحية الدينية ومن ناحية الشرعية هي أن يحس المجتمع ككل اللي في أقصى تمرست أو عين صالح أو في تلمسان أو في الأماكن البعيدة جدا على إخوانه الذين تضرروا وفقدوا أعزاء لهم سواء في تيزي وز ولا في خنشلة أو في باتنا ولا في غيرها من الولايات التي قتل في أو مات فيها شهداء، نشعرهم أننا كلنا معكم وكلنا نصلي على موتاكم وكلنا شفعاء لهم، لأن الذي يصلي على الجنازة وش معناه؟ أنا شفيع أطلب له الرحمة. فتصوروا الله سبحانه وتعالى حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه ثلاثا يعني ثلاث صفوف غفر له، يعني يتقبله الله سبحانه. فتصوروا معي أن هؤلاء الذين يتقبلهم الله عز وجل بالشهداء في الشهداء تصلي عليهم الجزائر كلها، بل ربما حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي رأينا أن بعض المسلمين في خارج الجزائر سيصلون عليهم أيضا صلاة الغائب. نعم. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. طيب أستاذ محمد رمضان في الأخير رسالة، رسالة الإمام، رسالة رجل الدين الجزائري قبل كل شيء المسلم للجزائريين وخاصة الشباب. نعم، الجزائريين والشباب نذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. احنا كلنا إخوان قبل دخول كما ذكرت في البداية الإسلام لهذه الديار، ربما كنا فرقاء وكنا مختلفين وكنا متنازعين، لكن حينما حل هذا الدين وجمع القلوب قبل أن يجمع الأجسام وجمعنا في بيوت الله سبحانه وتعالى على كلمة واحدة وعلى كتاب واحد ونتجه إلى قبلة واحدة، فلنحافظ على هذه الوحدة ونحافظ على هذه اللحمة ولنجعل من أنفسنا إخوانا فعلا، مثل من أخوك عنده لك عليه حقوق وواجبات تتبادلها فيما بينكم، فأيضا هذا الأخ الذي جمع بينك وبينه الإسلام الدين الجامع الذي يجمع بين المسلمين جميعا عنده عليك حقوق، وهذا التضامن وهب التضامنية هذه هي رمز من رموز أداء هذه الحقوق، لأنه في المثل العام يقول اليوم عندي غدوة عندك. اليوم شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي جهة من الجهات قد تبتلى جهة أخرى. نعم. فكلنا نهب وكلنا نتضامن ونتكافل مع إخواننا ولا تجعلنا النعرات. النبي عليه الصلاة والسلام وقد تداعى الناس فيما أراد المنافقون واليهود أن يحدث الشرخ والفرقة بين المسلمين، تداعوا الحروب السابقة، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. احنا نعيد ونكرر نفس هذا الخطاب الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أعزها الله عز وجل بالإسلام، جمع بينها بالإسلام، وحد صفها بالإسلام، نبذ فرقتها بالإسلام، فعلينا أن نحافظ على هذا الدين ونستمسك به وننبذ كل الدعوات وكل النعرات التي تسعى إلى التشتيت وإلى تفريق المسلمين في هذه الديار الغالية التي ضحى عليها. احنا مطمئنين اطمئنانا تاما انه دماء الشهداء، نقول 1.5 مليون شهيد في 7.5 سنين، وقد يكون العدد اكثر من صح. هذا انا في الكثير من الخطب اقول لهم لو قدر الله عز وجل ان تجمع هذه الدماء لصارت انهارا، ولو قدر لهذه الاشلاء ان تجمع لصارت جبالا، فنحن على يقين ان الارض التي سقيت بدماء هؤلاء الشهداء لن تذهب دماؤهم سدى، وانما سيحفظ الله عز وجل بحفظه أولا ثم بهذه الدماء الزكية التي اشتريت بها هذه الأرض سيحفظ وحدة البلاد وسيرفع عن الأمة البلاء وسيقر الأمن والأمان بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا الأستاذ زغداني محمد علي طربي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على الحضور وتقديم كل هذه الرسائل الإيجابية والجميلة التي تصنع وتلخص المشهد الجزائري، مشهد اللحمة الوطنية التي التي لا تفرقها أي خطط وأي تداعيات وأي تهديدات مهما كانت ومن أي مكان كانت. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحصة الخاصة التي خصصناها لمتابعة آخر التطورات للحرائق التي اجتاحت الجزائر في الأيام الأخيرة. متابعة طيبة لبقية البرامج، في أمان الله.